الفريق كامل وزير نائب رئيس الوزراء للتنميه الصناعيه ووزير النقل والصناعه كان ليه تصريحات النهارده اتكلم فيها عن مستهدفات خطه وزاره الصناعه، وقال بتتمثل في زياده الانتاج الصناعي ورفع مساهمه الاقتصاد الاخضر في الناتج المحلي وتوفير من 7 ل 8 ملايين فرصه عمل، بالاضافه الى تدريب وتاهيل الكوادر البشريه بالتعاون مع القطاع الخاص. النهاردة كمان تم الإعلان عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة وطرحها على اللجنة المشكلة بمجلس النواب في إطار دراسة برنامج الحكومة الجديدة. احنا معانا على التليفون السيد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال. أهلا بك يا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك يا زلمة. لو حضرتك طلعت طبعا النهارده على ما قدمه وزير النقل والصناعه السيد كامل الوزير طب من خطه طبعا وزاره الصناعه في برنامج الحكومه، لو توقفت عند ابرز ما جاء فيها تقول لنا ايه؟ انا بس الاول حابب نوضح نقطه بس للساده المشاهدين، ان يعتبر احنا في قطاع الصناعه لاول مره يكون في نائب للسيد رئيس مجلس الوزراء عن التنميه الصناعيه، وده رساله قويه جدا ان في اهتمام شديد الفتره الجايه هيكون بالصناعه. وكمان احنا كمصنعين كنا من فتره بنطالب ان احنا محتاجين يكون لنا صوت قوي داخل الحكومه، بحيث ان هو يبتدي يعرض مشاكلنا والحلول بتاعتنا والتشابكات اللي ما بين قطاع الصناعه والجهات والوزارات الاخرى. فحابب اقول ان دي نقطه انطلاق قويه جدا، هتبقى رساله قويه جدا في الفتره اللي جايه، لان قطاع الصناعه محتاج كتير جدا، ومحتاج القطاع يقدر يجر عجله الاقتصاد ويقوم الاقتصاد. احنا كمصنعين عندنا حلول كتيره جدا، نقدر نصدر، نقدر نجيب عمله صعبه، نقدر نجيب نقلل بطاله ويعني وهكذا. فاعتقد ان في الفتره القادمه هيكون في رساله قويه جدا ان القادم للصناعه ان في عزم واراده قويه جدا لحل مشاكل الصناعه والوقوف عليها والتنميه الصناعيه الشامله. طيب برضو هل اطلعت على البرنامج اللي طرحه السيد كامل الوزير؟ لا اكيد طبعا، هو البرنامج راح لمجلس النواب للساده الاعضاء، فاحنا كمصنعين ما حتى الان ما شفناش البرنامج. طب ايه اللي تتمناه في برنامج الحكومه؟ احنا اكيد نتمنى ان احنا في اكيد معوقات كلنا عارفينها، احنا اتكلمنا فيها وحتى قدمناها في الحوار الوطني. كل اتمنى ان احنا نبتدي نحلها بسرعه، اتمنى باذن الله ان احنا نبتدي نصنع المواد الخام، يبقى في خطه واضحه لتصنيع المواد الخام داخل مصر، سواء من خلال صناع مصريين او نستقطب شركات كبيره على غرار راس الحكمه مثلا، نستقطب شركات كبيره تبتدي تعمل استثمارات للمواد الخام عشان نبتدي نقلل الفاتوره الاستيراديه بتاعتنا. اتمنى ان احنا نبتدي نحصر الصناعات اللي احنا بنستوردها وتبقى واضحه في قائمه واضحه ويكون لها الاهميه والاولويه القصوى، وهي اللي تاخد كل المحفزات. في محفزات موجوده قويه جدا، بس محتاجين ان احنا نوجهها في المكان الصحيح. فاتمنى ان احنا نحصر كل المنتجات اللي احنا بنستوردها ولا تصنع في مصر. هي ما بتتصنعش في مصر، ونقول ان الفتره القادمه هنخصص ليهم اراضي صناعيه، هنخلص لهم التراخيص بتاعتهم بس من خلال هذه القائمه، زي ما السيد الرئيس اطلق في مؤتمر الصناعه 152 صناعه تكميليه من الصناعات التكميليه اللي بتكمل او بتعمل تعميق للصناعه، على غرارها نبتدي نعمل نحصر ال 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 الصناعات التي لا تصنع في مصر. اتمنى طبعا يكون عندنا خطه واضحه وحوافز حقيقيه للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ونشجع الشباب
ونقول لهم دي الصناعات اللي احنا محتاجينها ونبين ويحصل بروتوكول او اتفاق مع الجهات المانحه كبنوك او جهاز تنميه المشروعات او المبادره العظيمه اللي هي مبادره ابدا. نتمنى ان 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 يبقى في بروتوكول نقول احنا الصناعات دي اي شاب هيبتدي يصنعها بعد اذنك موله لان الدوله المصريه محتاجاها، واكيد الصناعات دي هتنجح لان ملهاش بدايل داخل مصر وهنوفر منها العمله الاجنبيه وهكذا. الفريق كامل للوزير اتكلم عن فكره حل مشاكل المصانع برضو النهارده. اكيد. ايه الاولويات في حل المشكلات دي في تقدير حضرتك؟ هو الفريق كامل مشكورا اقتحم يعني ملف شائك جدا اللي هو ملف المصانع المتوقفه. ده ملف شائك جدا جدا وصعب جدا جدا وفعلا محتاج اقتحام ورجل قوي لحل هذه المشكله، لان المصانع المتوقفه لها اسباب كثيره متشعبه، ممكن يكون مشكله في التمويل، ممكن يكون مشكله في خطوط الانتاج، ممكن يكون مشكله في تراخيص وبيروقراطيه، فانت محتاج تبتدي تصنف هذه المصانع المتوقفه وابتدي اقعد مع روادها وابتدي اشوف مشكله كل مصنع على حده واجيب الجهات المختصة وحل مشاكلهم واحدة واحدة. طب ده هيفرق معانا في ايه؟ اكيد المصانع دي لو دخلت الخدمة تاني اكيد هتزود الناتج القوي بتاعنا، اكيد هتوفر عملة صعبة، اكيد هتصدر، اكيد هنوفر فاتورة استيرادية. والاهم من كده ان احنا هندي رسالة قوية جدا لكل المصنعين سواء داخل مصر او المصنعين اللي خارج مصر اللي حابين يستثمروا في مصر، هندي لهم رسالة قوية جدا ان الدولة المصرية عازمة وقادرة على حل المشكلات او اي مشكلة بدليل اقتحام هذا الملف الصعب. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو فتوح.